في ظل هذه الأيام المهمة في تاريخ مصر نشوف مقالي وما قالوا. باشمهندس، هي أيام النصر الملهمة. مؤكد، يعني إحنا يعني حتى بعد الحلقة مبهج. بكرة بإذن الله ذكرى من أعظم الذكريات في تاريخ مصر، أيام العزة، أيام الفخر، أيام العبور، أيام الانتصار، وهي أيام ملهمة، ملهمة لكل ما جاء بعدها، وأيام أيضا بتنصف كل ما حدث من انكسارات قبلها، على اعتبار أنها عوارض وليست حاجة أصيلة في هذا الشعب. الأصيل في هذا الشعب هو انتصارات أكتوبر وروح أكتوبر، وبإذن الله نحن على موعد رياضيا مع أكتوبر في انتصارات خاصة جدا لكرة القدم. وهي دي الأيام الملهمة، هي دي ذكرى حرب أكتوبر، هي دي الذكرى اللي الأبطال أخلصوا مع هدو الوطن عليه، لأنه اللي يبص في التاريخ المصري ما قبل 73 الصمود والتصدي والرغبة والإصرار والعزيمة والتمسك، كل هذه القيم النضالية الكبيرة جدا تفضي إلى انتصار سجلته العسكرية المصرية بحروف من نور في التاريخ. أكتوبر فيها كتير من الدروس والمواقف اللي بتدرس في المؤسسات العسكرية العالمية. في مثل هذه الأيام الملهمة في التاريخ المصري نتذكر جميعا بطل الحرب والسلام الرئيس الراحل محمد أنور السادات. لست أظنكم تتوقعون مني أن أقف أمامكم لكي نتفاخر معا ونتباهى بما حققناه في 11 يوما من أهم وأخطر بل أعظم وأمجد أيام تاريخنا. ربما جاء يوم نجلس فيه معا لا لكي نتفاخر ونتباهى، ولكن لكي نتذكر وندرس ونعلم أولادنا وأحفادنا جيلا بعد جيل قصة الكفاح ومشاقه، مرارة الهزيمة وآلامها، وحلاوة النصر وأمانه. نعم، سوف يجيء يوم نجلس فيه لنقص ونروي ماذا فعل كل منا في موقعه، وكيف حمل كل منا أمانته وأدى دوره، كيف خرج الأبطال من هذا الشعب وهذه الأمة في فترة حالكة ساد فيها الظلام، ليحملوا مشاعل النور وليضيئوا الطريق حتى تستطيع أمتهم أن تعبر الجسر ما بين اليأس والرجاء.